وصلنا دلوقتي مع حضراتكم مع لعبة لف ودوران. لف ودوران أول مرة تلعبها معايا. أول مرة أحمد لعبها المرة اللي فاتت صح؟ أيوة. هم قالوا لي إن إحنا هنقوم عاملين كده، وأول ما السهم يقف على حاجة كده هنختار بقى من الحاجات اللي قدامنا على الترابيزة دي. نفذ الحكم أهو، نفذ الحكم. يلا يا شيري قدام. يلا بينا. أهو أهو نفذ الحكم. إيه ده اللي تحت هي دي؟ نختار واحدة؟ نختار أي واحدة بقى. ماشي إن شاء الله تبقى ظريفة. بس يا ريت ما بقاش فيها. افتح تليفونك ودي للمزاين التانيين لمدة دقيقة يعملوا اللي هم عايزينه فيه. بجد والله؟ لا يا جماعة ده انتهاك للخصوصية. أنا أرفض هذا وأنا أرفض الحكم ده. إحنا بنعلم الناس ما نفتحش تليفونات بعض، نقوم إحنا قايلين كده. قلد المذيعين التانيين اللي هو إحنا في الشكل أو طريقة الكلام أو الصوت أو لازمة من لازماتهم. شكل طريقة الكلام شكل إزاي؟ معرفش. لا 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 أنا هقولك بالنسبة لهادي يلا خلصنا هنروح. لا هنروح هنروح دي هادي بالنسبة لشيري متوصى بيا يا مساء الخيرات عليك. مساء الخيرات مساء الخيرات على حضراتكم، ويوم جديد وبرنامج ان شاء الله يبقى مفيد وجميل ولذيذ. لذيذ واسمعوا الدراسه دي. يلا لف لفه كمان تاني. لا ما لف ودوران يا جماعه. يلا يا ضده ولفي لي والنبي معاكي وانت الف. لا يا حبيبتي تيجي تلفي بنفسك يا ماما. لا يا ماما مفيش ماليش خاطر عندك ليكي. طب ما انت هتقومي تعملي اللي هاثر عليها دلوقتي. لا بقى نفذ الحكم. لا 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 هات الموبايل نقعد نشوف. انا مش موافقه. ادي تليفون لينا نكتب اي جمله على ايه بقى؟ على السوشيال ميديا عندها؟ هتكتبوا جمله؟ هنكتب ايه؟ تعالى نفكر. الستيتس ممكن تكتبوا ستيتس تكتبوا على على الواتساب قصدكم؟ ستوري مثلا على الستوري تكتبوا كلمه على الستوري على لساني على ايه؟ على الانستجرام واتساب انستجرام. طيب ايه يا هيدي نكتب ايه؟ هاتوا ال ده انتوا هفتح لكم وانتوا تكتبوا اللي انتوا عايزينه. يلا يا سيدي فكر بسرعه. اقول لك احنا نصور صح. هتصور انا وموحى سيلفي ونحطها أيوة عندك عند هي. اتفضلوا اهي على الستوري. ستوري ونقول احنا ايه عملنا هاكينج على الحساب بتاع هيدي. طيب ماشي واحنا اصحاب الحساب الجداد. ايوه بس ما اعرفش اصور سيلفي انت عاملها فلاترك بقى وكده احنا صحابك اهو بابا اصلا. يلا هتكتب؟ اكتب يا اختي. اعمل ايه؟ مساء الخير. انا ضايعه في الحاجات دي. ثانيه واحده خدي يا دودو سمحتي حط لنا الصوره دي عندك. ما هي عندي اوريدي كده. وعايزين تكتبوا ايه؟ نكتب لهم ايه بقى؟ عربي ولا انجليزي؟ العربي. كل سنه وانتم طيبين. لا ايه ده؟ من هنا ورايح الحساب ده حسابنا. حلو. هنتشتم شتيمة. لا بصي على الله حكايتنا. ماشي. الحساب ده حسابنا. على الله حكايتنا. على الله حكايتنا. خلاص قومي يا استاذة. انت لسه هتقعدي. لسه هقعد ورا انا هقول لكم اللي هيحصل بقى على الحساب ده. هنتشتم شتيمة انا وانت يا سامح دلوقتي. ايوه لا عايزين انت مش فاهم الناس بتوع هدي. عندي جمهور انا جمهور. جمهورها قوي برضو بيحبوها. طب يلا عملتي اللي حصل هتشوفوه كلكم دلوقتي. يلا شيري هتخلص العشر دقايق لفه في اثنين. ايه بقى اللي في اثنين؟ اهو ده في حاجه اسمها في اثنين. اقول ما اسم الشخص الذي قام بوضع قسم الاطباء؟ ايه؟ قسم الاطباء بقراط ولا مين؟ ايوه صح. برافو انت عرفتيه ازاي؟ يعني معلومه معلومات العامه. برافو والله العظيم ده معلومات عامه غنيه. انا كده خدت درجتين. برافو جدا عشان في اثنين. خليكي قاعده يا دود. ماشي يلا لف. يلا قول نكته قول نكته قول نكته قول نكته يلا. طب قولوا لي اهي اهي. الله هو ايه ده؟ اهي هنعمل ايه يعني؟ أخذ مش عارف يعني. قول نكته يقول نكته. انا اللي بقول نكته.
لازم اضحكك. بص بقى، احنا عايزين نضحك من قلبنا ونكركر. يلا. يعني ممكن تبقى النقطه لما تقيل على فكره. ماشي، المفروض يضحكنا. طيب، واحد كسب مليون جنيه، راح لمراته يفرحها، فماتت من شده الفرح. قال سبحان الله، الخير لما بيجي مره واحده. يا سلام على فكره دي، ايه وحشه يا جماعه، هي مكتوبه كده يعني. لا طبعا ضحكنا قوي، كركرنا. بس انا ضحكت بصراحه، عشان هو لازم المفروض يمنعوا النكت تطلع على الزوجات، والله العظيم بتعكروا مزاجنا. ايه البنطلون ده؟ وده كل يوم بقى، وده كل يوم بتسقيه الصبح. قديمة قوي بقى، قديمة قوي، قديمة قوي. يختار. لا براءة، براءة، براءة. لا في اتنين، لا براءة. في النص، براءة. في النص براءة. اعمليها تاني. بصي يا دودو، اعمليها تاني يا هدي. لا هي براءة فعلا، براءة. تعالي يا شيرين. يعني انا وانا لازم يعني كنت اتسحب من لساني. العب العب. براءة بوضوح. لا مش براءة عادية، بصوا واضحة ازاي؟ دي واضحة. اتفضل. كوضوح الشمس، اتفضل. بصوا بقى، بصوا. ايه الذكاوة دي؟ أنا بحب اللعبة دي جدا يا جماعة، في المولات وفي محلات الأطفال، بحبها جدا. براءة. الله الله. الله. طب دوري. ماشي. يا نفذ الحكم. ما فيش، ما عندناش. انا بقى بقترح نحط مكانها غني اغنيه. ليه يا شيري؟ ليه؟ طب مثل مشهد. طب ولا حل الفزوره. حل الفزوره. لا بلاش بقى مثل مشهد. طب خلاص، حل الفزوره. صح، انا اللي اقول الفزوره اللي انت عايزاه. انا اقول الفزوره. حل الفزوره. احنا اللي هنقول لك الفزوره انت تحليها. يلا يا شيري. ماشي جنبك طول النهار ومش بيسيبك غير بالليل. تخيلك. الظل يعني. صح، برافو عليك. سهله قوي يا جماعه. ايه ده؟ لا لا، هي اتنين في اتنين. الله. مش انا حليتها خلاص. اتنين. ماشي. يلا يا سامي. مين انا؟ ايوه. لا شيري. لا شيري. فعلا؟ يا ما بينسوش حاجه ابدا. قومي يا ست ستيتا معانا في البرنامج. يا جماعه الكعب بيزعجني قوي. نفسي يمنعوا الكعوب. قانون. يحرموا الكعوب. ده معذب للستات. يلا قول. يلا. في اتنين. ده سهل. هتعرفها قوي. ما سهل. هو الشيء الذي يحمل لقب السلطه الرابعه؟ الصحافه. اي بجد؟ طب هما ايه التلاته التانيين؟ السلطه التنفيذيه، السلطه التشريعيه، السلطه القضائيه. برافو. ده دارسه قانون زي. يلا. ماشي يلا. هي دلوقتي بقت السوشيال ميديا مش الصحافه. على رايك نيو ميديا يعني. في اتنين. ماشي وماشي. اوكي. مش انا اخسر حاجه. يلا يا دودة. لا ده خلاص خلصت. دي خلاص هاتيها هنا، اللي بيخلص بحطه. قول حاجه ما سهله هو... كده. لا دي هتعرفها دي. طب ما هو اصل كتاب كليلة ودمنة؟ اصل كتاب. اصله البلد يعني، البلد. الهند. صح، برافو عليك. انا قلت لك دي هتعرفها. يلا. انا دوري؟ نحطها هنا. ممكن بقى نبطل ننكش المكان عشان انتوا كده بوظوا لي النظام. حاضر. ثانية واحدة. أيوة كده. نشيل دول هنا. فكرة. لف تاني. صح يا دودو؟ ولا ايه؟ أيوة. لف أيوة. تاني صح. ايه ما لعبش؟ لا. لف تاني يعني ايه؟ براءة. حكايتك. لا اعمليها تاني. لا خلاص بقى اعمليها تاني. والله امي يا شيري. يلا اتفضل. انا عايزه اقول لكم ان ادهم كل يوم بيسالني عملتي ايه النهارده في اللعبه يا ماما. يا حبيبي. والغنى نفذ حكم. ماشي مفيش. هنخليه فزوره. ماشي يلا نخليها فزوره. ماشي. اوعى بس فوازيركم الصعبه. سهل قوي يا جماعه. ايه لما يوصل للغليان يتجمد؟ غليان يتجمد؟ ما هو الحديد. ايه الحديد كده بيجوا الحديد البسيطه لما بيغلي بعد كده يتجمد؟ لا. لما يوصل للغليان يتجمد؟ يتجمد. الحديد بيسيح لو وصل.
احنا بنسخنه قوي عشان نقدر نطوع. لو وصل للغليان يتجمد ومحدش يغششها. وصل للغليان يتجمد. شيري انت اذكى من كده. الموضوع ابسط سهل جدا. بسيط جدا. بنعمله كل يوم. اهو بسهلها لك اهو. يا حبيبتي انت عشان يعني ال ال ايه ال لا مش ها ايه. ها ايه لما بنحطه على النار يبقى البيض. برافو عليك. مين انا؟ اه مسلوق. ايوه صح. ماشي. لسه كنت بكلمهم قد ايه بحب البيض. اه انا بعشقه على فكره. وانا مفيد جدا جدا جدا. براءة. براءة خلصنا. يلا يا سامح نطلع فاصل. اه نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.